ازاي اختارت انها تتكفل بتحاليل منظوريها يعني العملاء والناس اللي تخدم غادي؟ شنو رايك؟ اذا كان الخبر صحيح ومعناها معناتها والله احسن حاجه تتعملها، خاطر ماني التحاليل غاليه برشا، مش الناس كل تنجم تعمل تحليل، ويتحمل يقعد مريض مسكين وما يعملش تحليل، لان يعني الامكانيات ما تسمحلوش. انا واحده من الناس وكل يقدر لطفه بر ما نوصلش باش نعملوا التحاليل ب 400 يحكيوا قد ايه استغلال صافي، اما كي تولي ستيك تعمل الخدامه نتاعها حاجه هي اللي ياسر، وان شاء الله على منوالها يعني يصيروا الكل هكاك. هو نورمالمون حتى المستشفى السبيطارات راهي بلاش. عندكش فكره وزاره التربيه شنو قدمت للاطار التربوي والعملاء والناس اللي تخدم غادي؟ فكره ما عنديش فكره عليها. يعني شنو اللي قدمت لهم؟ يعني حتى هي باش تعمل لهم التحاليل بلاش؟ هو به برشا عاد. ان شاء الله كل وزاره تعمل هكا مع الخدامه نتاعها، وحتى لعامه الناس معناها اللي ما يخدمش في وزاره، اللي كيما نقولوا احنا خدام حزام ولا بني ولا المرض هذا ما يخلي حدره. والله باهي باهي، كان كل مؤسسه تعمل هكا والله سي بيان، معناها باهي لاعوانها، وبالعكس يزيد ما نعرفش انا كي تخدم في مؤسسه وتعمل لك هكا حاجات كيما هذوما تشجيعات، يولي الواحد معلش يفرح ولا كيفاه، يحس بروحه انه بالرسمي المؤسسه تخمم فيه في تحليله في كل شيء، مش معناها تعطيه شهريه وبس، فهمتني؟ حاجه باهي انا راها، كان كل مؤسسه تعمل هكا باهي، التونس الكل مش المنظوريها وكهو. هو اذا كان نشوفوا الساق مش من اليوم راهي لاهي بالخدامه نتاعها والموظفين نتاعها، الضو بلاش وغيره، كيما جماعه الشمينو كيما لاسانتي يركبوا بلاش، مش تزيدهم احنا واحنا كمواطنين شنو ذنبنا؟ شكون باش يخلص علينا؟ الدوله؟ ماهيش تنجمش تخلص علينا الدوله. مش معقول ما انت تو تبارك الله هما مش كي الفونكسيون بيبليك ومش كيما الناس اللي تخدم بالنهار ومش كي احنا ماناش باخذينهم، ربي يزيدهم. وشتاق تبارك الله الفاتورات حتى كي مش زيدهم علينا احنا، مش خلصوهم من الفاتورات نتاعنا، هي الفاتورات مثقله مش زيد نثقلوها يا سيدي. ثواب برا نعملوا فيه كمواطنين لهالجماعه، وخلي يزيدوا هما يعاونوا واحنا نزيدوا ندفعوا، والموظف يبدا تو انا روتريتي عندي ما شاء الله، معناتها مساكن اللي طالعين توا كيفاش باش يعملوا؟ معناتها الشهريه ما عادش تنجم تزي مش 10 ايام جمعه، فهمت؟ بهالفاتورات اللي نهار كل جايه، واحد الماء والضوء، كل واحد يعمل السوم اللي يحبه هو. استيك فرحاني اللي تعمل التحاليل نتاع الخدام نتاعهم اللي فيروس كورونا. حسب رايك انت كمواطنه تونسيه شنو وزاره التربيه قدمت لمنظوريها كما نقولوا؟ والله لمنظورها قدمت حاجه باهيه، في نفس الوقت قدمت حاجه خايبه، معناها الباهي قل لي الباهي ساعه. الباهي التلامذه معناها يقراوا، فما مش خاسرين معناها قضيتهم العام يمشيش في البلون. والخايب شنو هو؟ الخايب اللي القرايه نهار بنهار معناها ما تعجبش معناها. والله يعطيهم الصحه، خطوه باهيه هذايا، مصاب الشركات الكل والادارات الكل وتونس الكل يحترموه القرار هذا ويعملوا كيف، خطوه باهيه يعطيهم الصح، هما نقصوا شوي. فكره طيبه، فكره هايله، معناها اش خص احنا كان جاو المؤسسات كل كيستيك كان يعملوا المؤسسات تاعنا هكا، خارق العاده، معناها احنا تو التحليل تاع الكوفيد يا وصل ل 400,000، معناها الدولة تبنيك على العباد، شكون عنده 400 ولا عنده عائلة مشبوهة اللي هي مضروبة بالكوفيد ويبدا عنده أربعة خمسة أنفار في العائلة باش ينجم يعملوا لهم تحاليل نتاع زوز ملايين وثلاثة ملايين، نتكلموا الواقع ولا المواطن التونسي في لاموان نتاع 600-700 دينار، اللي روتريتي ياخذوا في 300 و200 وشيخوخة وكذا، باش يوصل معناها ما عندوش حق ربع تحليل. تبدا عنده خمسه انفار ومنهم يقراوا وكذا باش يمشيوا يعملوا تحليل ب 400,000، شنو تمنيك؟ احنا كي نلقاو مؤسسه تشجع في منظورها كما تحكي سيدي، جا عملنا خطوه كبيره ياسر، تسمى ستيك عامله مزيه تسمى. علاش ستيك توانسه واحنا شنو؟ المجموعه المواطنين شنو؟ لشكون ينتميوا؟ ظهري لتونس؟ اذا كان باش يطبق القانون ولا الراي هذا على ستيك، على موظفي ستيك، يطبق على عموم الموظفين في تونس. يعني ترى اللي الدعم هو من حق جميع المؤسسات في تونس؟ اكيد اكيد.
اكيد مادام الناس كل المواطنين كل يدفعوا في الضرائب نتاعهم ولا ليه ذولي من حقهم، هذا اقل حاجه تعملها هي الدوله، هي نورمال ما حقها خمت فيها وحدها. انا حاجه طيبه وهي معنا ترى مستوفي بعهدها ولا خاطر مش سهله. شوف قداش المشترك تقريب 2 مليون وكيك، والتحليل معناها كلفه كبيره ياسر، ما مش نمسح دق المده واحد. انا نشوفوا عادي بما انها فلوس الشعب التونسي كل في ستيك، شوفوا عادي باش تعمل تحاليل اللي وصلت للتوب بعد مكي بلاش ولات من 150 و200 و400 الف وسراق، كامش سراق في البلاد هذه. ستاك من حقها باش تعمل تحاليل الاعوان نتاعها، معقول ياسر، ستاك غنيه ياسر، ستاك كلات الشعب فلوس الشعب كل. وش نقول لك انا؟ والتحاليل هذه اللي وصلت للتوب ما مش معقول بالمره، سيف اخاه عمل اللي حب، والهبات اللي جات والدنيا اللي جات انت لا الاعانات مشات للمساحات الخصوصيه ومشات ترفكت مغادي الغادي، تكلف انا نحس معلومي انا التحاليل تكلف 15 دينار على المواطن. شوف نوصل وبرسا تحاليل غالطه، فهمتني؟ والله يستر، والله يهديها الله يهديها من رؤوس الاموال في تونس والسياسيين ولا هذوما المنظومات الفاسده الفوقانيه، احنا شعب انا يعلم بينا كان ربي سبحانه وتعالى. اما هالمنظومات الفاسده هذه اللي يمصوا في الدم الشعب واللي يحتقروا في الشعب ويذلوا في الشعب، معانا ربي وما عندهم يوصلوا. حتى كورونا باش تضربهم هم قبلنا نحن. عندكش فكره شنو قدمت وزاره التربيه للاطارات التربويه والعمله والناس اللي موجودين في المعاهد الكل؟ والله هو هذا اللي يبكي بالرسمي وهذا اللي يحشم، خاطر المؤسسه التربويه مش تضم كان المعلمين والاساتذه والكل، تضم حتى من الاولياء اللي يهزوا اولادهم، تشمل الناس الكل، التلامذه، الاساتذه، المعلمين، حتى لي سيرفيون، حتى العساسه، حتى الكل. انا راه ما قدمت حتى شيء، ما انا حسب مره قلبي يوجعني على التعليم في تونس بصراحه، خاطر مريتهم عاملين حتى شيء، يوريك لابروفوني انه لا ماء لا 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 جيل لا حتى شيء. ما ريتو تلامذة داخلة نورمال، ريتهم في التلفزة معناها يوريو فيهم تلامذة داخلة نورمال، ما ريتش هالوقاية وهالحماية وما ريتهم قدموا حتى شيء بصراحة. لا ما تنجمش، في البروتوكول الصحي ما طبقتوش، ما فماش إمكانيات، فما بالك باش تعمل تحليل وتعمل امبوسيبل. حسب رأيك علاش التشجيعات والدعم هذي نلقاوه في مؤسسة وما نلقاوش في مؤسسة أخرى؟ والله ما نقولوا فما تشجيع الا ما يتجسم على الارض الواقع، هذا كله حديث في النافخات في زمن وقت يتاكد نتكلموا واش فما نقولوا علاش. اوكين ايدي، ما عنديش شكون يقرا ذاك علاش مانيش اجور السؤال هذايا، اما نعرف اللي برشا من المربين مساكن ضربوا بالكوفيد هذايا، وهذه من قله الوقايه والدولة حقها هي اللي تكفلت بالموضوع هذا. المواطنين وهل المعلم ولا كيما كنت احكي لك، منين جاهم باش يعملوا ولا توقي ولا تلامذة صغار الدولة هي اللي تعمل معناها خطة متكاملة من شانها تحمي التلميذ كيما تحمي المربي كيما تحمي معناها الإطار الكل. والله هي راهو انا نتصور راهو وزاره التربيه عملت اللي في اللي تنجم تعمله، يعني ما تنجموش تطلبوا منها اكثر من هكا، خاصه انه التحذيرات نتاع دخول الرجوع نتاع الصغيرات للقرايه لي ديسيزيون الكل خذوهم لافي، معناها مش ناس حضرت ولا يظهر لي ما تنجمش تقدم اكثر من هكا، راهو ما ينجموش يطلبوا منها اكثر من هكا، سواء بالنسبه للتلامذه ولا بالنسبه للاساتذه. عندنا يعني اولاد يقراوا وكل شيء، بون داكور نحكيو على التعليم، التعليم عندي شكون يقرا عامل نهار بنهار يقرا، ما يسالش حاجه باهيه نهار بنهار، تتفضل كيران، تتفضل ترينوات، يتفضل كل شيء، في ان واحد اولادنا زاده لازم يكونوا محميين كيف بداوا نهار بنهار، فهمتني؟ مش يتسيبوا بكلهم الاولاد المكتب هكاك، فهمتني؟ وبعد يجي الولد مسكين في حاله وحليله وكل شيء، فهمتني؟ هذا من ناحيه التعليم، هذا من ناحيه التعليم باهي، كيف يعملوا نهار بنهار باهي.